بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجمهور ديال كوكب مراكشي. فانفصال ديالي اليوم، كنت فسخت العقد مع فريق كوكب مراكشي اللي كل صراحة فالكلمة ديال الانفصال شوية خايبة. من بعد من 3 سنوات ونصف كنا دوزناها كاملة في واحد المراتب جيدة، وكنا مسرورين في 3 سنوات، وكنا دوزنا وقيتة زوينة، لا مع الجمهور لا مع الأطر ديالنا لا المكتب المسير. بكل صراحة كان الانفصال كان شوية ماشي في وقته، ولكن الحمد لله الكرة هي هذه. كنتمنى إن شاء الله باش الفريق كوكب مراكشي يكمل المسار ديالو اللي كنا غاديين عليه، وإن شاء الله يحاولوا باش يحققوا واحد اللقب للجمهور، اللي بكل صراحة نذكر الجمهور كنت مقلق شويه، ولكن ملي شفت التعاليق ديال الجمهور، ولا ملي كنتلاقى مع الجمهور في الشارع بكل صراحه، ففرحت بزاف لانني غادرت الكوكب مراكشي. وحيت قليل اللاعبين اللي كيغادروا شي فريق وكيربحوا الحب ديال الجماهير ديالو، فبكل صراحه فما بغيتش نمشي من الكوكب وما نخليش واحد الميساج للجمهور ديال مراكش، اللي بكل صراحه دوزت كثير السنوات هنايا ما عمرني سمعت منه ولو كلمه كتسئ ليا ولا شي حاجه. كان عندنا دائما الاحترام متبادل بينه وبينهم، دوزنا وقيته زوينه والحمد لله. نتمنوا الكوكب ان شاء الله مراتب اخرى تكون ان شاء الله يلعبوا على اللقب ولا شي كاس، ان شاء الله كاس العرش، ولا ان شاء الله يمشيو مزيان في كاس افريقيا. فكنشكر جميع الجماهير اللي كانت مسانداني في هاد 3 سنوات، وكنشكرهم كثير المسانده ديالهم في هذا الوقت بالذات، اللي في هاد الوقيته هي فين كتعرف الحب ديال الجماهير ولا المتتبعين. اش غادي نقول لك، الفراق صعيب، ولكن الحب ديال الكوكب شويه كان كيف كيقولوا مصيبة، ولكن الحمد لله. كنتمنى لهم مسار موفق في هذه السنة، وكنتمنى السي هشام الدميعي باش يفرح هذه الجماهير هذه السنة إن شاء الله، والله يسهل على فرق الكوكب. وراه ديما الكوكب غتبقى في القلب ديالي وغتبقى دائما في ذكرى زوينة. الكوكب كنعتبره فريق تقريبا فريق الأم، لأن هو الفريق الكبير اللي كثير سنوات اللي لعبت معاه، وكنتمنى حظ موفق للجميع، وشكرا للجميع الجماهير ولا المكتب المسير اللي كان في قمه الاحتراف معايا، وكان تفهم للوضعيه ديالي، والحمد لله فسخنا العقد بكل سرور وفي واحد الجلسه مريحه. وكنتمنى كنشكرهم كاملين، وكنتمنى للكوكب ان شاء الله مسار موفق.